بسم الله الرحمن الرحيم. ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي تحدي الشارقة للجوجيتسو بدون بدل. هذه تعتبر الأولى يعني من نوعها في خاصة في هذه المنطقة في هذه الأجواء وخاصة في جزيرة العلم في معالم من معالم إمارة الشارقة. ما شاء الله عدد المشاركين في هذه البطولة ما يقارب 150 لاعب. الأحزمة متنوعة من الأبيض إلى البنفسجي. نلاحظ ما شاء الله أعداد كبيرة من المشاركين سواء من المواطنين ومن المقيمين في هذه الدولة الحبيبة. الشكر موصول إلى رعاة هذه البطولة مؤسسة شروق وتيم نوغيرا، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذه البطولة.